محطات عديدة عرج عليها برنامج مدينة البريمي الصحية منذ بدايته في عام 2020، وفي العام نفسه بدأت ملامح العمل تتضح جليا، فالأهداف وجهت حيث الغاية المرجوة إلى أن تحقق المراد لتصبح ولاية البريمي رسميا مدينة صحية في إقليم الشرق المتوسط معترفا بها من قبل منظمة الصحة العالمية. بنوجه كل تهانينا إلى محافظة البريمي وخصوصا مدينة البريمي الصحية، ونحن دائما كمنظمة الصحة العالمية منشوف التعاون والتشارك اللي عم بيصير لإعلان قرى ومدن صحية في سلطنة عمان. حفل تسليم شهادة الاعتراف استعرض العديد من المبادرات والبرامج التدريبية المرتبطة به، منها مشروع تطوير أنظمة الري الحديثة في فلجي البريمي وصعارة ومحطات الطاقة الشمسية وتطوير واجهات الأفلاج وتطوير مدرسة لتعليم قيادة السيارات ومبادرة في بيتنا مسعف وخلك فطين وغيرها. كانت هناك عدد من المبادرات التي عملت عليها اللجنة التعليمية والثقافية بالمدينة، منها طبعا مبادرة المدارس المعززة للصحة، حيث شاركت مجموعة من المدارس في مبادرة المدارس المعززة للصحة. طبعا بالنسبة للجنة الاجتماعية ولله الحمد استطعنا أن نركز على جميع شرائح المجتمع، باعتبار أن اللجنة الاجتماعية مسؤولة عن المرأة بالدرجة الأولى، عن الطفل، عن اليافعين، أيضا عن كبار السن، فكان لدينا حزمة متنوعة من هذه البرامج. الوصول إلى الاعتراف بالمدينة الصحية ما هو إلا محطة من محطات عديدة ركزت على نهج تشاركي يدعم عمليات التنمية المستدامة وتعزيز الوعي تجاه قضايا الصحة والبيئة ورفع مستوى الوعي بأهمية مشاركة المجتمع في تحقيق ما رسم من أهداف. بدأت ترى النور على أرض الواقع، ومنها سيتحقق المزيد بعون الله. حرصنا كلجنة إعلامية لمدينة البريمي الصحية على ترسيخ مفهوم المدن الصحية لمدينة البريمي الصحية، واستهدفنا العديد من الشرائح المجتمعية وتعزيز الشراكة المجتمعية مع أفراد المجتمع. اللجنة الصحية البيئية هي أحد اللجان الفرعية في برنامج مدينة البريمي الصحية، عملنا فيها بروح الفريق الواحد لدراسة الواقع الراهن في ولاية البريمي، واستخلصنا منها مجموعة من المشاكل والمعوقات التي تعاني منها الولاية. برنامج المدن الصحية هو أحد البرامج المنفذة في سلطنة عمان من قبل منظمة الصحة العالمية بإشراف من وزارة الصحة، تعمل على تحقيق أهدافها المنشودة من خلال تحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية. من محافظة البريمي، أنور بن زاهر الغريبي.